السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ناويين نعملوا كيك بالبرتقال ولا بالبرقدان كما نقولوا بالتونسي. المكونات اللي باش نبداو بهم هما حرغم كامل، كيس زيت، كيس سكر، وكيس برقدان مكسور حلو. انا باش نعملو حلو، كل واحد والشوا نتاعو. ومغرفة شور برقدان فرشكة، زي ما قلت توا باش نخلطوهم في الخلاط، ومعاهم سكر فاني. نحطو العظم، نزيدوه السكر، نصبو له كيس الزيت، زيت نباتي بالطبيعة، اللي يحب يعمل زبدة ينجم يعمل زبدة، كيس الجو نتاعك، معرفة البرقدان، غرفة تجي مايل كعبتين برقدان، نجي كبر البرقدان، نخلوها سكر فاني ساشي ولا مغرفة كما تحبو نتوما. نخلطوهم هكذا لين يدخل كل شيء في بعضه. بعد المعجون تاعنا باش نجمو نكملو، توا الخلطة تاعنا الأساسية حضرت، باش نحطوها في بول صحفة عادية، كل شيء تخلط مع بعضه، العظم والزيت والبرقدان والسكر، ديجا انا محضره فرينه مخلطه بالخميره، هذوما زوز كيسين فرينه ومعاهم مغرفه نص خميره، توا مانيش باش نصبوها الكل، نصبوها بشوية ونبدأ نخلطو. كل مرة نصبو مغرفة باش نعمل بمغرفتين، هنا نخلطو بالربو. Thank you.
مرة تزيد بشوية. كما تشوفوا البات بدات تظهر، بدات تلزم بشوي بشوي. الفرن تاعنا نحطوه يسخن باش كي نحطو الكيك تبدا ديجا سخونة، ما نحطوش في الكوشة تبدا باردة. ماذا بينا نطيبوه على 180 درجة 180 دوغري ومتبداش عالية، تبدا في الوسط باش تنضج بالكدا
باش تحمر فاقرها. نجيبوا البلا اللي باش تحطوا فيه الكيك، هذا نوع سبيسيال تاع الكيك مش كيما تاع الجاتو، واللي ما عندوش ما يقلقش ينجم يحط في بلا حتى عادي مفيد شيك الكيك في الاخر. هرجعي لك